في السنوات الأخيرة شهدت اهتمام كبير بملف التعليم وخصوصا التعليم الجامعي، وشفنا إنشاء عدد كبير من الجامعات. مش بس كده، ده في اهتمام بجودة التعليم، وعدد الجامعات فعلا تم تصنيفها ضمن الأفضل عالميا. من ضمن هذه الجامعات اللي تم تصنيفها جامعة بنها اللي أعلنت امبارح أنها تم تصنيفها في الفئة الثالثة محليا طبقا لتصنيف التايمز البريطاني لأفضل جامعات العالم 2024. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعه بنها. يا دكتور ناصر صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا استاذ محمد، صباح الفل يا دكتوره منى، صباح الخير يا مصر. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه طبعا بنبارك لحضرتك دخول جامعه بنها في هذا التصنيف، لكن نوضح للساده المشاهدين ماذا يعني دخول جامعه بنها هذا التصنيف. في البدايه يا استاذ محمد اسمح لي اوضح ان التصنيفات العالميه للجامعات اصبحت الان من اهم المؤشرات التي يمكن من خلالها الاستدلال على جوده الخدمات الاكاديميه والبحثيه التي تقدمها الجامعات. ده من جانب. من جانب ثاني ان التصنيفات دي كمان بتقيس مدى التزام الجامعات بتحقيق اهداف التنميه المستدامه. كمان لها دور كبير قوي في ملف تدويل الجامعات المصريه وتحسين سمعتها المؤسسيه على المستوى العالمي. جامعة بنها من سنوات يا استاذ محمد بتبذل مجهود كبير لتحسين تصنيفها وترتيبها على مستوى المحلي والاقليمي والدولي بين الجامعات في التصنيفات المختلفه. احنا بصدد الكلام النهارده عن تصنيف التايمز البريطاني، وده تصنيف سنوي للجامعات حول العالم تصدره جريده التايمز من عام 2004. بيعتمد في مؤشراته على خمس محاور رئيسيه تتضمن مثلا الاستشهادات المرجعيه ودي الوزن النسبي لها 30%، والابحاث العلميه والوزن النسبي لها 30% ايضا، والبيئه التعليميه او فعاليه التدريس ودي الوزن بتاعها 30%، الى جانب طبعا السمعه الدوليه وده معيار مهم قوي والويت بتاعه او الوزن بتاعه 7.5%. كمان في معيار اخر هو الدخل الناتج من البحث العلمي والصناعه، والمقصود بهنا نقل المعرفه الناتجه عن البحث العلمي والوزن النسبي له 2.5%. عايز اقول لك يا استاذ محمد احنا في 2016 كان ثلاث جامعات مصريه فقط ضمن هذا التصنيف. احنا في 2024 موجود 28 جامعه مصريه في هذا التصنيف. عظيم. مما يدل ان مصر بتغير شكل التعليم، ان مصر بتستثمر في الموارد البشريه. أكيد. يمكن من الأسباب اللي كمان بتفرق في التصنيف يا دكتور النشر الدولي اللي ما كناش مهتمين بيه، كان لما بيحصل أبحاث ترقية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس كانوا بيهتموا بالنشر المحلي، علشان قد يكون في بعض الأحيان المجالات أسرع في النشر والتصنيف بتاعها بيكون بتبقى نتائجه سريعة، لكن لما ابتدينا نهتم يمكن بالنشر الدولي وبإن يبقى لنا أبحاث بتتاخد كريفرنس خارجيا اعتقد ده فرق معانا في التصنيف دوليا. معاك حق يا دكتوره منى، حقيقي ان من جوده مخرجات البحث العلمي احد اقطابها هو النشر العلمي الدولي. طبعا النشر العلمي الدولي بيتم في مجلات مصنفه دوليا طبقا لقواعد بيانات دوليه. كمان عايز اقول لك ان من خلال بنك المعرفه المصري بيتم الان تصنيف عدد كبير من المجلات المصريه المحليه على مستوى دولي، واصبح لها ايضا معامل تاثير كبير ضمن مجلات مشهوره. نعم، وده قوى كمان سمعة العديد من المجلات العلمية. بالتأكيد طبعا، عايز أقولك أن من تصنيف التايمز البريطاني أحد إصداراته التايمز طبقا للموضوعات أو التخصصات، وده أن بيقيس مدى تقدم التخصصات العلمية داخل الجامعات. جامعة بنها في تصنيف التايمز يا أستاذ منى عايز أقولك أنها بتحتل من افضل 500 جامعه على مستوى تخصص العلوم الهندسيه والتكنولوجيه والثالث محليا، ومن افضل 200 جامعه في تخصص علوم الحاسب والاول محليا، ومن افضل 400 جامعه في تخصص الفيزياء والكيمياء وعلوم الفلك والاول محليا، وفي علوم الطب بتيجي جامعه بنها من افضل 300 جامعه على مستوى العالم والخامس محليا. هل في اي كليه من الكليات دي تم اعتمادها يا دكتور ولا لسه كله بيتقدم؟ طبعا عندنا كليه الطب معتمده لتاني مره، كليه التمريض معتمده لتاني مره، كليه الطب البيطري معتمده لتاني مره، عندنا 10 برامج معتمده في كليه الهندسه بشبرا، عندنا 6 برامج معتمده في كليه التربيه، وبيتوالى اعتماد البرامج سواء الاعتماد البرامجي للبرامج او الاعتماد المؤسسي للكليات ذات البرنامج الواحد. عظيم. طيب دكتور، ده بكل تأكيد زي ما حضرتك ذكرت أنه بيكون له تأثير على السمعة الدولية لهذه الجامعة. تأثير السمعة الدولية على نسبة الوافدين اللي بيدرسوا في الجامعات المصرية، خصوصا زي ما حضرتك ذكرت أن في 28 جامعة ضمن هذا التصنيف. طبعا أستاذ محمد عايز أقول لك أن ملف الوافدين ده ملف بيحظى باهتمام القيادة السياسية وبيحظى باهتمام معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور،
وهناك العديد من السياسات والإجراءات اللي بتتخذ حاليا لدعم هذا الملف. مصر أعلنت، والدكتور أيمن عاشور أعلن عن برنامج المنح المصري اي جي اي، والبرنامج ده من البرامج المتميزه جدا اللي بيروج للوافدين واللي بيمنح عديد من المنح الدراسيه للطلاب الوافدين. الوافدين يا استاذ محمد هو قوة ناعمه لمصر داخل الدول الاجنبيه والدول العربيه، وبيحظى باهتمام كبير جدا في الجامعات المصريه كلها. أكيد دكتور، الاعتماد على فكرة الفصل بين البرامج، يعني قبل كده كان علشان يتم اعتماد كلية كان بيتم اعتماد الكلية برمتها، مؤخرا تم اعتماد فكرة ان بين البرنامج وغيره يتم اعتمادهم مستقلين عن بعضهم، هل ده ساعد في سرعة الاعتماد بالنسبة لكثير من البرامج، وده ساعد اصلا على رفع تصنيف الجامعات المصرية؟ الحقيقه الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد دايما بتطور من نفسها وبتطور من معايير اعتماد المؤسسات التعليم العالي او مؤسسات حتى التعليم ما قبل الجامعي اللي هي المدارس، عشان كده هي بتناظر المؤسسات العالميه. في بدايه عمل الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد كان الاعتماد مبني على الاعتماد المؤسسي ككل، لا. الكليه برمتها، ولكن هناك اختلافات جوهريه ما بين البرامج وبعضها، ونظر للتطور الحادث والثورات الصناعية المتتابعة ارتأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واعتماد انها تعتمد الكليات اعتماد برامجي في حالة الكليات اللي بيزيد عدد البرامج فيها عن 6 برامج، وده حاجة موضوعية جدا، وبيحصل تنافس ما بين البرامج دي وبعضها، يبقى تنافس محمود لصالح العمليات التعليمية وجودة مخرجات. اعتقد ده مهم كمان يا دكتور بالنسبه لخريجي جامعه بنها، يعني اللي حاصل على شهاده تخرجه من جامعه بنها بيؤكد ان الطالب ده طالب متميز. طبعا يا فندم، اللي خريج اي برنامج معتمد بيقدر ينافس في سوق العمل، ان عنده ميزه نسبيه ان البرنامج اللي شغال فيه مبني على ستاندرد او معايير بيتم الكليه الالتزام بيها. طيب عظيم دكتور، لما نيجي نقول الخريج دلوقتي بتبقى شهادته معتمده دوليا كمان، ولا بيحتاج يعمل نوع من انواع المعادلات لاستكمال بعض الحاجات في البرامج؟ حقيقي معظم البرامج اللي بتقدمها الجامعات المصريه معترف بيها على المستوى العالمي، انها معترفه بها في نفس الجامعات اللي بتعترف بشهادات الدول دي. مش محتاجة اعتماد في كثير من الدول، انت عارفين هقول لكم مثال، ان في أزمة كورونا كان الأطباء اللي بيشتغلوا في المستشفيات البريطانية هم أطباء مصريين، ما احتاجوش أي معادلات لشهاداتهم عشان يشتغلوا في المستشفيات دي. أكيد. طيب دكتور، ده بيفتح لنا مزيد من الفرص للشراكات العلمية اللي بتقدر تقوم بيها الجامعة مع جامعات أخرى أجنبية لوجود برامج تبادل طلابي مثلا؟ طبعا ملف التوأمة بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية المرموقة ده ملف مهم قوي، بيحظى باهتمام القيادة السياسية وبيحظى باهتمام الوزارة لإنشاء برامج مشتركة أو برامج مزدوجة ما بين الجامعات المصرية والجامعات ومثل هذه الجامعات المرموقة. أكيد كل شيء. ده بيتيح يا دكتورة منى، يعني ده بيتيح مثل هذه الشراكات، بيتيح إن الطالب يقدر ينافس في سوق العمل مش بس على المستوى المحلي، لا ده على المستوى العالمي كمان. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها، ومبروك عليكم التصنيف.